بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى تكونوا كلكم بخير. بالنسبة لهذه الملزمة، طبعا الملزمة اللي كنا نعتمد عليها باعتبار توأمة التقنية الوسطى، طلع الملزمة بها أبديت وأكو تغيير بالمنهج. طبعا مو تغيير، فالتغيير شاسع، يعني اكو حذف بالماده فتقليص، يعني ذيك الماده كانت اطول عدد الصفحات مالتها وبها مواضيع اخرى مرفوعه تخص الفيديو تخص الصوت، ما موجوده بهذه المحاضره، عفوا بهذه الملزمه. فبدايه احنا راح نكمل، وكانه بالبدايه كنا نفس الترتيب مع هذه الملزمه. هو اكو اختلاف، اكو مواضيع ما مرينا عليها لحد الآن. معالم الامتحان الوزاري ما بينت، في حال ما بينت معالم الامتحان الوزاري واللغة احنا نكمل على نفس ترتيبنا، مو شرط انه نبقى دارسين الملزمة، ملزمة التقنية بحذافيرها، يعني ممكن ان نرفع من عندها مواضيع، ممكن ان نستثني، ممكن ان نضيف. في حال وجود امتحان وزاري فاحنا راح نتدارك ان شاء الله النقص اللي فاتنا من المحاضرات السابقه في وقت لاحق. بس مبدئيا احنا راح نكمل من هذا البارت اللي هو البارت الثاني اللي هو الجرافيكس والايمج داتا ريبرزنتيشن، يشبه البارت بالضبط، يعني تقريبا نفسه اللي كنا بدنا نشرح به، واللي بعد تحويل الانالوج الى ديجيتال، وبعد تحويل الانالوج الى ديجيتال، ومرورا بعمليتي السامبلينج والكوانتايزيشن. بالبدايه راح ناخذ الداتا ايمج بروسيسنج بيسكس. يقول ديجيتال ايمج بروسيسنج، طبعا احنا هذه الدول الاول اربع صفحات احنا عدينا عليهم بذيك الملزمه، فاليوم المحاضره راح تكون كانما ريفيو للمحاضره الاخيره، ونضاف لها كم معلومه صغيره. Digital image processing means processing digital images by means of digital computer. يقول شنو معنات البروسيسنج للديجيتال ايمج، الصور الرقميه لما نسوي لها معالجه، ماذا تعني معالجه الصور الرقميه؟ يقول المعالجه اللي تتم للصور الرقميه داخل اجهزه الكمبيوتر، لان اجهزه الكمبيوتر مثل ما تعرفون هي ديجيتال ديفايسز، هي اجهزه رقميه، فبالتالي معالجه الديجيتال ايمج داخل الديجيتال كمبيوتر تعتبر ديجيتال ايمج بروسيسنج. فالعمليه اللي تتم داخل لمعالجه الصور داخل الكمبيوتر تسمى بالديجيتال ايمج بروسيسنج. يقول we can also say that it is the use of computer algorithms in order to get enhanced images either to extract some useful information. طبعا هذا البارت اللي راح احدده، يقول we can say، احنا ممكن we can also say، احنا ممكن ان نقول كذلك انه هي the use of computer algorithms، استخدام الخوارزميات الحسابية داخل الكمبيوتر، to get enhanced images، حتى نحسن الصور، حتى نحصل على صور محسنة enhanced images either to extract some useful information، لأجل استخراج معلومات مفيدة ومهمة من الصور. مثل ما تعرفنا أنه قلنا الصور ممكن أن تخزن بها معلومات، يعني أن ترسل ومخزن بها صورة ثانية تحمل معلومات، أو تخزن بها أرقام ثانية بالماتريكس مالتها تحمل معلومات، تحمل مسج، فبالتالي حتى أسوي extraction أنه أستحصل هذه المعلومات، هذه اللي useful information من الصورة، هذا ممكن أن يسمى digital image processing. بعدها يقول الـ image processing mainly include the following steps، عملية معالجة الصور عادة تشمل الخطوات التالية. الخطوة الأولى importing the image via image acquisition tools. يقول تحصيل الصورة من خلال يعني من خلال via يعني من خلال image acquisition tools، يعني من خلال أدوات استحواذ الصورة أو الحصول على الصورة. النقطة الثانية analyzing and manipulating the image، يعني معناها معالجة كلمة manipulating مثل ما نعرفها اللي هي معالجة، وanalyzing اللي هي التحليل، فتحليل ومعالجة الصور. الأوتبوت النقطة الثالثة output in which result can be altered image or a report which is based on analyzing that image.
الاوتبوت ان ويتش ذير ان ويتش ريزلت كان بي التيرد ايمج. حاليا انه هو استحوذ على الصوره، يعني هذه انبوت سوالها انالايزنج ومانيبيوليتنج، يعني هاي العمليه الوسطيه اللي هي عمليه البروسيسنج. وصل الى النقطه الثالثه اللي هي الاوتبوت. الاوتبوت استحصل الاوتبوت كريزلت، فممكن ان يصير altered للايمج، ممكن ان تتغير الصوره، or a report which is based on analyzing that image، او ممكن ان يستحصلون تقرير على الانالايزنج اللي سووها على ذيك الصوره. فالاوتبوت يا اما الصوره مغيره ومحسنه ومعدله، او ممكن or a report which is based، او ممكن ان يكون بشكل تقرير بشكل report based مبني على analyzing تلك الصوره، يعني سوري انه يسوي تحليل الى الصوره الرقميه اللي المعطات اللي هي كانت input لعمليه الايمج بروسيسنج. فاذا الايمج بروسيسنج تتلخص بدول الثلاث خطوات. بالبدايه استحصل الصوره كانبوت، اسوي لها analyzing ومانيبيوليتنج، وبعدين الاوتبوت يا اما الصوره تكون معدله او ريبورت على تلك الصوره. البارت اللي بعده 8.2 يقول وات از ان ايمج. طبعا احنا هذا البارت اخذناه بالمحاضره السابقه، فهو فقط ريفيو، يعني راح امر عليه مرور سريع. يقول ان ايمج ماي بي ديفايند از تو دايمنشنال فانكشن. الصوره تعرف مثل ما اتفقنا تعرف بماتريكس. الماتريكس عباره عن روز وكولومز، عباره عن مواقع، وهذه المواقع تملا بقيم. فاذا ذول المواقع يقول المملوءه بقيم معينه، فممكن ان تسمى تو دايمنشنال فانكشن، ممكن ان تسمى داله ذات حدين، يعني داله اف اوف الاكس والواي. طبعا الاكس والواي ار سبيشال بلين كوردينيتس، هي المكان، القيمة المكانية، يعني المكان المخزون بالقيمة، يعني التقاطع مالت الروز والكولومز راح يحدد لي فد مكان معين، واحنا شرحناه بالمحاضرة السابقة. هذا المكان المحدد هو راح يعتبر الاكس والواي بالنسبة للفانكشن. والامبليتيود القيمة المملوءة بذاك الكوردينيت بتلك الاحداثيات، الامبليتيود اوف الاف ات اني بير اوف كوردينيتس اكس واي از كولد ذا انتنسيتي. فالقيمة F اللي هي الامبليتيود اللي مملوء أو شاغل المكان الكوردينيتس الـ X والـ Y يعتبر الانتنسيتي، يعتبر الشدة، or الـ gray level of the image at that point، أو يسمى بالـ gray level للإيمج لتلك الصورة عند تلك الإحداثيات، عند تلك النقاط اللي هي تقاطع الـ X والـ Y. When الـ X والـ Y and the amplitude values of the F are affinity discrete quantities. ترى هي قيم، عندما تكون هذه القيم قيم محددة، قيم finite، قيم منتهية، discrete منفصلة، discrete quantities قيم منفصلة. الإيمج بتلك اللحظة بتلك الحالة راح تسمى بديجيتال إيمج. إذا الديجيتال إيمج هي الصورة اللي تكون على شكل ماتريكس من تقاطع كولومز وروز، ومملوءة بامبليتيود يسمى بالانتنسيتي أو الجراي ليفل، وهذا الامبليتيود عبارة عن فينيت وديسكريت كوانتيتيز، وبذلك الصورة راح تدعى بالديجيتال ايمج. فيقول نوت ذات الديجيتال ايمج از كومبوزد، هي مركبة من composed of finite number of elements، من عدد منتهي من الإليمنت، المكونات المفردات اللي راح تنطيني الديجيتال ايمج يفترض ان تكون عدد منتهي، each of which has فدي يعرفونا الديجيتال ايمج كتعريف للديجيتال ايمج. قال يا بل الديجيتال ايمج هي عبارة composed of وتكون مركبة من finite number of elements، من عدد منتهي من المكونات الelements، وذول الelements بالمناسبة تسمى pixel، وإحنا اتفقنا عليها أو picture element اتفقنا عليها بالمحاضرة السابقة. فراح تتكون من عدد منتهي من ذول pixels أو ذول elements، each of which has a particular، كل واحدة من هذول elements، كل واحدة من ذول pixels عندها particular location، عندها موقع محدد، وvalue عندها particular location and value، عندها فد موقع محدد وقيمة محددة تمتلئ بداخل البكسل. الموقع المحدد يأتي من تقاطع الX والY coordinates اللي هم الكولومز والروز، والvalue يأتي من قيمة الF اللي هو قيمة الintensity أو قيمة الgray level بالنسبة للdigital image.
يقول بالباراجراف اللي بعده، هسه انتهينا من هذا الباراجراف. الباراجراف اللي بعده يقول ان ديجيتال ايميجينج، في حاله الصور الديجيتال، الصور الرقميه، a pixel or a picture element is a single point in a raster image. شنو راستر ايمج؟ بعد شوي راح ناخذ ان شاء الله مقارنه ما بين الراستر والفيكتور ايمج. فبالنسبه للديجيتال ايمج هذا المفهوم ينطبق، الراستر ايمج ينطبق على الديجيتال ايمج. فيقول سنجل بوينت، فنقطه واحده صغيره داخل الديجيتال ايمج تسمى بالبيكسل. فالبيكسل از ذا سمولست، هي اصغر ادريسابل سكرين ايليمنت، اصغر وحده من الشاشه معنونة قابلة للعنونة، addressable و smallest أصغر وحدة بناء للصورة digital image تسمى بالبيكسل. يقول it is the smallest unit of picture، هي وحدة البناء، أصغر وحدة بناء بالصورة، that can be controlled، واللي ممكن أن يسيطر عليها. Each pixel has its own address. كل بيكسل مثل ما اتفقنا إلى address محدد. The address of pixel corresponds to its coordinate. فالادريس مالته راح يكون متعلق بالكوردينيت اللي هم الاكس والواي مثل ما اتفقنا. والقيمة المملوءة داخل البيكسل راح تكون عبارة عن الفاليو مالت الفانكشن اللي هي الاف، الاف اوف الاكس والواي. هنا هذا جديد، هذا ما اخذناه بذيك المحاضرة، اللي هو مقارنة ما بين الفيكتور وما بين الراستر ايمجز. بالنسبة للفكتور إيمج، بالنسبة للراستر احنا مرينا عليها لأن هي البكسلات والقيم البكسلات يعني ديجيتال إيمج، ف يعني مو جديد علينا الموضوع، بس مجرد الفكتور إيمج نشوف شنو معنات الفكتور إيمج. فالراستر إيمج اللي هي الصور النقطية اللي احنا طبعا عدينا عليهم نفس الديجيتال ايمج، والفيكتور ايمج اللي هي الصور المتجهه. خلينا نشوف الفيكتور ايمج. زي ويل ار ماثيماتيكال كالكوليشنز فروم وان بوينت تو انذر، هي الحسابات الرياضيه من نقطه الى اخرى، ذات فورم اللي تشكل لاينز وشيبس اللي راح تنطيني الاشكال وتنطيني الخطوط وتنطيني اللاينات. يقول if you zoom into a vector graphic، إذا عندي فد جرافيك صورة إلى متجه وكبرته فراح يبقى صورة المتجه مثل ما هو، it will always look the same، راح يبقى صورة المتجه كما هو. بينما بالنسبة للراستر إيمج اللي هي الصور النقطية are made of pixels، فراح تتكون من بيكسلات. A pixel is a single point or the smallest single element in a display device، هي أصغر نقطة دا تعرض على شاشة العرض، على جهاز العرض دا تعرض الصورة، تسمى بالبيكسل. If you zoom into a raster image، إذا أنا سويت زوم كبرت بالراستر إيمج، يقول you may start to see، فأنت راح تبدأ حتى تشوف many little tiny squares، راح نشوف مربعات صغيرة اللي راح تبنى من عندها هاي الراستر إيمج اللي هي الصور النقطية. بينما بالفكتر لا، إذا كبرنا راح يبقى نشوف فكترات وما راح نشوف ذولا النقاط اللي متكون من عندها الصور، نقاط فقط هي بالراستر ايمج. طبعا انا راح اراويكم هذا في اكزامبل، صوره حلوه هذه موجوده على الجوجل، تبين الفرق ما بين الفيكتور ايمج اللي هي الصور اللي ترجمتها صور شعاعيه، وبين البيت ماب ايمج او الصور النقطيه الراستر ايمج. يقول اذا اخذنا زوم على هاي الصوره عندنا واخذنا زوم على هاي النقطه، اذا كانت هذه الصوره عباره عن فيكتور ايمج تلاحظ انه حتى لو زومنا تبقى مثل ما هي، فقط تتقرب، يعني فقط هذه العباره اللي هي طبعا كلمه ايس واكو جزء من كلمتين اخرى راح تكون، وهذه الخطوط راح تكون اوضح، راح تكون اقرب. بينما لو كانت هي صور متكونة من بيكسلات، فإذا سوينا زوم إن راح تكون الصورة بهالشكل، عبارة عن مربعات صغيرة اللي بنت هذه الصورة. فهي طبعا مقربيها 7 مرات. إذا كانت فيكتور إيمج راح تكون تبقى محافظة على هيئتها على شكلها نفس ما هي بس قريبة. أما إذا كانت راستر إيمج فلا، راح تكون عبارة عن مربعات صغيرة اتحدت فيما بينها لأجل بناء هذه الصورة. الصورة لطيفة يعني توصل الفكرة بالفروقات ما بين هاي النقطة الأولى ما بين الفكتور وما بين الراستر.
بالنسبة للنقطة الثانية يقول الفيكتور بروجرامز بيست فور كرييتينج لوجوز دراوينجز اند الالستريشنز. الفيكتور بروجرامز المن تناسب؟ تناسب لوجوز دراوينج، اللوجو اللي هي هذه الشعارات اللي ترسم، الدراوينجز الرسومات، الالستريشنز، تكنيكال دراوينج، كل شيء يخص الرسومات راح تكون الفيكتور ايمج الى افضل، لانه هي اثناء الزومين ما راح تبقى محافظه على كيفيتها. يقول for the image that will be applied to physical products. هاي كلها أمثلة حتى يعني للاستفادة من الفيكتور إيمج، إنه وين تخدم، يا جهة تخدم أو يا تطبيق تخدم. فمطينا عدة examples. أما التطبيق اللي تخدم الصور الراستر، يقول الراستر بروجرامز بيست فور اديتنج فوتوز، اللي هي التعديل على الصور راح يكون يخدمها البرامج اللي هي الراستر بروجرامز، وكرييتنج كونتينوس تون ايمجز اللي الحصول على صوره يعني بذات يعني كونتينوس تون، انه بوتيره واحده، with soft color bands مع الصور، عفوا مع لون soft، يعني مع كلمة soft يعني كلمة معناها الكلمة رقيق، color يعني لون، و with soft color blends اللي هي هذا طبعا العبارة كلها يعني مزيج من الالوان الهادئه او الناعمه. اوكي، فاذا حتى يسوون اديتنج على الصوره بحد ذاتها يفترض ان يلجؤون الى ما يسمى بالراستر بروجرامز اللي هي تخص الراستر ايمجز. انا اعتقد بالفقره اللي رويتكم اياها الصوره راح يعني تكون عندكم كلش واضحه انه شنو معنات الفرق بين الفيكتور ايمج وما بين الراستر ايمجز. الايمج از ماتريكس، هذا الموضوع احنا اخذناه بتفصيله بالمحاضره السابقه، فراح اعدي عليه فقط بسرعه واستذكر من عنده فقط جزء احنا ما مرينا عليه، اللي هو جزء حساب، جزء قانوني لاجل حساب السعه للصوره، لاجل حساب السعه للصوره هذا ما مرينا عليه فراح ادقق عليه. والا بالنسبه لتتمه هاي الصفحه الثانيه، هذه التتمه مالته، لا احنا بالنسبه للايمج ماتريكس احنا مرينا عليه بالتفصيل. فيقول an image can be defined by a two-dimensional array، عبارة عن مصفوفة ثنائية الأبعاد، specially arranged in rows and columns، وترتب بروز وكولومز. let the number of row column، مسمي الرو بN والكولوم بN، والسايز مالت الإيمج راح يكون عبارة عن M في N. size of an image، الحجم مالت الصورة راح يكون عبارة عن M في N. البيكسل فاليو كونستيتيوت ا ريل ماتريكس وذ ذا سايز ام ان. البيكسل، القيم بالبكسلات، عدد البكسلات راح تكون عباره عن عدد حاصل ضرب الام في ان، نفس السايز مالت الماتريكس. اوكي، والقيمه المملوءه داخلها مثل ما اتفقنا هي قيمه الاف. every element of the matrix is called image element or picture element or pixel، يا اما pixel يا اما image element يا اما picture element. assume that image f of x will y is sampled so that the resulting is digital image. الصوره اذا كانت analog وسوينا لها sampling فالنتيجه راح تكون digital image، عندها m rows و n columns، عباره عن m rows و n columns. The values of the coordinates، الإحداثيات، قيم الإحداثيات الـ x والـ y now become the values of the coordinates، الإحداثيات x y now become discrete quantities، راح تكون عبارة عن قيم منفصلة، قيم معدودة، finite number مثل ما اتفقنا. For national clarity and convenience we shall use integer values for these discrete coordinates. عادة تستخدم في قيم مثل ما اتفقنا discrete. Those the values of the coordinates at the origin. ال coordinate at the origin هي عبارة عن صفر صفر. فهنا أنا بدي أشرح على الإحداثيات، نشوفها على الفقر يكون هواي أوضح. يقول the next coordinates values along the first row، إذا عندي أول row راح يكون عبارة عن صفر واحد.
هسه راح نشوف 0 1 وين موقعها بالماتريكس. It is important to keep in mind that the notation 0 1 is used to to signify the second sample along the first row. يقول الصفر واحد هو ثاني سامبل موجود بالسطر الأول، إحنا دنسولف على سطر أول، ثاني سامبل بالسطر الأول هو عبارة عن 0 1. هسه راح تبين بالصورة كلش واضحة بالفقر بصفحة 25. يقول it does not mean that these are the actual values of the physical coordinates when the image was sampled. Does not mean this the actual values of the physical coordinates. يعني هذا مو معناها بالضبط الإحداثية، يعني على أرض الواقع الإحداثيات الفعلية ما تعني نفس القيمة ورا ما يصير sampling للإيمج. يقول shows the coordinate convention used، فراح تبين الإحداثيات بالصورة اللي بعدها بصفحة 25. طبعا راح يعرض لنا الصوره اللي تتمثل ببيكسلات. طبعا عندنا عدد من الكولومز اللي هم n، فيبدا بصفر وينتهي بالكولوم اللي هو n ناقص 1، وعدد من الروز من الصفوف تبدا بصفر وتنتهي بالm ناقص 1. احداثيات طبعا مسمي هذا x هذا y، بغض النظر هذه الاف اوف الاكس والواي، هو طبعا مستبدل الـ الاحداثيات ما بين الروز والكولومز، مو مهم يعني هسه احنا مو بصدد ان نشوف الاكسز اللي هي الاكس والواي، بس نخلي ببالنا انه الروز ترى هي الروز عاده يعني ياخذها بالاحداث الثاني. طبعا اتذكر بديش الملزمه كان يستخدم الاحداثيات الزوج المرتب القيمه الثانيه، اعتقد كان يستخدمها بالنسبه للروز. هنا لا، الزوج المرتب اول زوج للروز واول قيمه للروز وثاني قيمه للكولومز، يعني هذا الرو صفر، يبقى الرو صفر الى نهايه الماتريكس، وهنا الكولوم صفر، الكولوم واحد، الكولوم اثنين الى كولوم ان ناقص واحد. بعدين بالرو الثاني فراح يصير اف اوف الواحد صفر، فحاليا بالرو واحد فراح يصير كله واحد، الزوج المرتب كله بدايته واحد، والقيمة الثانية اللي هي صفر بالنسبة لكولوم صفر واحد اثنين الى ان ناقص واحد. يقول هذا representation يعني هذا تمثيلي للصورة digital image. هسه مو شرط انه على ارض الواقع انه ذول البكسلات يعني يكونون نفس هذه القيم نفس هذه الترتيب. راح يراوينا الديجيتال ايمج ريبرزنتيشن داخل الماتلاب، بما انه احنا العملي مالتنا كله دا يصير على الماتلاب، فداخل الماتلاب الايمج ريبرزنتيشن الماتلاب ما يبدي من الصفر، يبدي مثلها من الواحد، عباره عن ماتريكس بس الاحداثيات والمكانات مالتها يبدا بواحد. فالفانكشن الصفر صفر نقطه الاصل راح تكون عباره عن واحد واحد، فتلاحظ انه هذا الرو الاول فأف أوف الواحد أيضا واحد إلى أن نوصل إلى واحد N، وهذا الكولوم واحد كولوم اثنين إلى كولوم N. هنا الرو الثاني فأف اثنين أيضا، هنا أف اثنين أيضا أف اثنين، هنا الرو الكولوم الأول الكولوم الثاني إلى كولوم N وهكذا. قبل شوي كنا نوصل إلى N ناقص واحد، حاليا راح نوصل إلى N. طبعا أنا حسب ما أذكر بديش الملزمة هو كان مسوي سواب ما بين الإحداثيات بين الروز والكولومز، تعتمد على هذه انه الزوج المرتب اول قيمه للرو وثاني قيمه للكولوم. هسه ما متاكده ذيك الملزمه كان بها تبديل او ما بها، بس عموما احنا راح نعتمد على هذه الملزمه. فهذا الريبرزنتيشن ايمج داخل الماتلاب. يقول ديجيتايزيشن العمليه التحويل الصوره، عمليه جعل الصوره رقميه تحويلها من انالوج الى ديجيتال. يقول ديجيتايزيشن بروسيس ريكوايرز ديسيجن about the value of the m and n and for the number of all the maximum gray levels of discrete gray levels allowed for each pixel. يقول بعملية الديجيتايزيشن احنا طبعا بديش الملزمة بدينا بالديجيتايزيشن واخذنا السامبلينج، بدينا بالسامبلينج اللي هو اول عملية لاجل التحويل الى الديجيتال. هنا لا، راح يمر بعملية حساب أخرى، عملية حسابية أخرى اللي راح يحسب إنه يا ترى هذه الصورة، يا ترى هذه الصورة شقد سعة التخزين، شقد تحتاج سعة تخزين.
يقول حتى تحتاج ساعة تخزين معينة. ساعة التخزين تأتي من حاصل ضرب الروز في الكولومز بعدد البتات الممثلة لهذه الصورة. عدد البتات هذه الصورة حتى أعرفها شلون تتمثل عدد بتات معينة. يقول الموضوع بسيط، أجي أشوف الصورة مثلا إذا جراي سكيل، الجراي سكيل يتمثل بثمان بتات، واللفلات عدد اللفلات اللي شاير لها هنا بالحرف ال عباره عن 2 و8. فاللفلات مالت الجراي سكيل عباره عن 256 لفل، تبدا بالليفل 0 وتنتهي بالليفل 255. الجراي سكيل اللفلات مالته يبدا بالبلاك وينتهي بالوايت، والالوان بداخله غامقه حسب لون الاغمق والافتح يعطي قيمة بالنسبة ما بين الصفر وما بين 255. يقول الام ان اند الفاليو اوف ال اللي هو اتفقنا انه هو الماكسيمم جراي ليفلز، ايش قد عدد الليفلات، اعلى عدد ليفلات من الجراي ليفلز اللي ممكن ان تسمح بان تعطى الى ايتش بيكسل، لكل بيكسل. يقول there are no requirement، ماكو فد محددية معينة او فد متطلبات معينة على الام والان الروز والكولومز، other than that they have to be positive integers، اكيد لازم يكونون عدد صحيح. يعني ما نقول 8 كولومات ونص لو 3 روز وربع، يعني المفروض هو فد عدد صحيح. however due to processing storage، وبالنسبه للخزن استيعابيه الخزن and the sampling hardware consideration، هسه ايش قد عدد الكولومات، ايش قد عدد الروز، هذا يحدد حسب امكانيه التخزين. يعني بالنسبة للسامبلينج لما راح ندخل بعملية السامبلينج، أوكي كل ما يزيد كل ما يزيد بالسامبلينج، كل ما يأخذ سامبلات أكثر، كل ما كانت الصورة أكثر دقة أكثر وضوح. بس هذا لازم يأخذ بعين الاعتبار إنه هل يا ترى الهاردوير تستوعب هذا الشيء، دول الأجهزة اللي دي يشتغل عليهم راح تتمكن من هذا الشيء لو ما راح تتمكن. فيعتبر بالنسبة للسامبلينج إنه المحدودية مالتنا ويأخذ بعين الاعتبار الهاردوير والبروسيسنج ستورج. يقول the number of gray levels typically is an integer power of 2، عادة يكون الليفلات هو عدد power of 2 اثنين أو مضاعفات الاثنين. فالنمبر اوف levels سوري عبارة عن 2 اس كي، الكي منه هو number of bits عدد البتات اللي راح تستخدم. يقول we assume that والال هو levels، we assume that the discrete levels are equally spaced and that they are integers، هي عبارة عن المسافات ما بينتهم محددة والعدد مالتهم عدد صحيح ما بين الانترفل ما بين المدة اللي هي صفر إلى ال ناقص واحد، اللي هي إذا لفلات أكيد إذا عدنا 256 لفل، فإذا بدينا بالصفر راح نوصل لل 255. هذا اللي بالبولد يقول sometimes the range of the values المدى مالت الفاليوز spanned by the gray scale is called، يسمى هذا المدى مالت الجراي سكيل يسمى بالدايناميك رينج اوف ان ايمج، يطلقون عليه مصطلح الدايناميك رينج لصوره معينه. and we refer to images whose gray levels span a significant portion، and we refer the images whose gray scale ونشير إلى الصور اللي عندها gray scale span ممتد on significant portion of the gray scale على فد مدى معين من gray scale as having a high dynamic range، يسموها إن هي تمتلك هذه الصورة، يطلق عليها مصطلح إن هي تمتلك high dynamic range. هسه الدايناميك رينج هو هذا المدى السكيل ما بين الليفلات للجراي سكيل يسمى بالدايناميك رينج، والصوره اللي تمتد عندها جراي سكيل سبان اللي تمتد على الجراي ليفلز سبان تمتد على الجراي ليفلز تسمى بالهاي دايناميك رينج. طبعا راح ناخذ ان شاء الله تجربه على هذا الموضوع انه الصوره راح ناخذ فشي ان شاء الله وفداله معينه توصف هذا انه الصوره انه هل التركيز مالت الالوان للصوره موجود بمكان واحد او مفروش على طول السكيل. طبعا الافضل انه ما تكون الالوان مركزه في جزء من الصوره وانما تكون لها سبانينج.
فممكن ان نسوي لها ادجستمنت، ممكن ان نسوي لها ادجستمنت ونعدل عليها ونخليها تمتد على سبان معينه فتكون اكثر وضوحا. هذا ان شاء الله عليها في التجربه ناخذها لاحقا. يقول for an 8 bit image 8 bit image طبعا هذا الجراي سكيل انتنسيتيز مثل ما اتفقنا، وعده عدد من الليفلات تمتد من 0 الى 255. حاليا عدد البتات المتطلبه المحتاجه لاجل ان نسوي تخزين الى ديجيتال ايمج، عدد البتات هي عباره عن بي جايه من حاصل ضرب الروز في الكولومز ان في ان في كي، الكي هو النمبر اوف بيتس. فاذا كان عندنا جراي سكيل، طبعا الجراي سكيل ما يحتاج ان يذكر لي عدد البتات، انا وياك نعرف ان هي عباره عن 8 بتات. فيقول اسيوم ذات عندها روز عباره عن 1024 يعني كيلو بالباينري، و1024 كولومز وهي جراي سكيل يعني 8 بتات، فيريد نحسب سعه التخزين. فراح نضرب الكولومز في الروز 1024 في 1024 في 8 فراح تعطيني كذا بتات. هذا بالبت. اذا اردت احولها للكيلو من البت للكيلو من الصغير للكبير لازم اقسم، فاقسمها على 1024 راح تتحول الى كيلو بت. اما اذا من البت اريد احول الى الميجا فاقسمها على 1024 في 1024 اوكي، فراح يقسم النتيجه، هذه نتيجه ال 1024 كيلو يقسمها على 1024 فراح يحصل 1 ميجا. سعة التخزين المتطلبة إذا عندنا 1024 كولوم ب 1024 رو المفروض احنا محتاجين 1 ميجا لأجل أن نخزن هذه الصورة إذا كانت جراي سكيل. سعة التخزين تحتاج راح ياخذنا اكزامبل ثاني هنا ام ان رو وال جراي ليفلز، دول روز بكولومز وجراي ليفلز. يريد يشوف سعة التخزين للديجيتال ايمج، الام والان عبارة عن 32 والال عبارة عن 16، فيا ترى اذا احنا عندنا الليفلز عبارة عن 16 فكم بت تنطينا 16؟ 2 اس ايش قد 16؟ 2 اس 4 16، فعدد البتات 4، فياخذ 4 يضربها في 32 في 32 يطلع عدد البتات المتطلبة لاجل تخزين هذه الصورة اللي هي بالجراي سكيل، سوري ليست بالجراي سكيل، هنا أنا عبارة عن يعني مو الجراي سكيل، مو 4 بتات كاملة، الليفلات الديسكريت جراي ليفلز عبارة عن 16 مو 256، فعبارة عن 4 بتات محتاجة لأجل تمثيل دول ال 16 بت، وسعة التخزين هي عبارة عن 4096 بت. بالكيلو إذا تريد تحولها للكيلو تقسم على 1024، وإذا تريد تحولها للميجا تقسم على 1024 في 1024. طبعا المحاضرة لحد هذه الصفحة اللي راح نبدأ بالكوانتايزيشن والسامبلينج، فقط هن ذول الأربع صفحات اللي بيهم طبعا ريفيو وبيهم جزء جديد تعرفنا عليه اللي هو الفرق ما بين الراستر وما بين الفكتر. أتمنى لكم كل الموفقين.